السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 25/5/2022 في مصر. ارتفع سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء 25/5 وفقا لآخر تحديث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.46 جنيه للشراء، 18.54 جنيه للبيع. أما سجل سعر الدولار 18.57 في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ووصل سعر الدولار في بنك اسكندرية 18.55 للشراء، 18.62 للبيع في البنك العقاري المصري. أما البنك العقاري المصري سجل 18.56 للشراء، 18.62 للبيع. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.